اني اسويها يلا هذه والله طلع نحط شيء في راسي اسويه هتوه. طيب يلا نبغى نجرب. طيب نعيد الفقره ايش سوينا من البدايه. اول شيء حطينا البصل. عملنا البصل حلو. حطينا الدجاج. جميل. حطينا الطماطم. حطيتي زيت ما قلتي لي. بصل من غير زيت كيف كذا؟ اوكي زيت بصل طماطم دجاج طماطم حلو صلصه. جميل. طيب بهار الكابلي. بهار الكابلي هذا بهار جاهز؟ جاهز بتاكله مجمع. حلو مجمع تلاقيه عند العطاريه ممكن او تسويه في البيت. طيب شويه زعفران مقوع في مويه حاره. حلو هذا كله في نفس الوقت ها؟ كله والبرتقاله. برتقاله اهم شيء البرتقال. أهم شيء. البرتقال ايوه. طيب. والبرتقال يتحط بقشره. شفت كيف هي هذه الرز اول ما يستوي نص استوى نبدا نحطه على نحطه بالتدريج بالضبط. البطاطس ما تحطيه على طول من البدايه على اساس ما ينهري علينا. ايوه صح. خلي بعد ما يستوي الدجاج تحطيه عشان ايه بالنسبه لو بسوي هذه الوصفه بلحم نفس الشيء ولا ايه بس تاخذ وقت اطول اللحمه ياخذ وقت اطول من الدجاج.